محمد فوزي يقول: ما أبرز الأعمال الصالحة التي تقربنا إلى الله عز وجل ونكون من عباده الصالحين؟ الفرائض يا أخي، أداء الفرائض ثم النوافل. قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. يعني أن الله يسدده في هذه الأمور: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فهذا هو الواجب على العبد، أن يؤدي الفرائض أولا، ثم بعد الفرائض يؤدي النوافل.